كتابك متنغا مختصر كالقاضي أبو شجاع ومتن مشهورة لكن مؤلف كقري وكهري شيخين كان شيخين لنا هاي يعني مذهب كشافعية تشوقنا والإمام الرافعي والإمام النووي معها بخاري مسلم دي فقه كشافعية تشوقه والشيخين يكوير هذان والإمام الرافعي والإمام النووي هذا يكوير هذان الإمام وأبو المعالي الجويني هذا يكوير هذان قال الأستاذنا وأبو إسحاق الإسفرايني هذا يكوير هذان قال القاضينا والقاضي حسيني هذا يكوير هذان لبكر لغان وقال القاضياني والقاضي حسين والقاضي أبو الحسن الماوردي وكان مؤلفك أبو شجاع وكهري الإمام النووي والإمام الرافعي ووقت غادي وها وحل إيرادو تحرير كي يكلاشان لأنت اللبات مذهبك مركو كسو بالله وذي إمام كي شافعي يارديني سي وحاحكت يتوقع لديه الشري أصحاب الوجوه وهذا فربنا آخر كينا وقع بسماء لبن مدرسة المدرسة العراقية وعراقيين اللي يرهدوا إيوه مدرسة دي لولكا كترتي صلدقنا أيوه هايد مقالة دي مرور لديه الشري والمراوزة اللي يرهدوا لبدا مدرسة وقع بسماء مدرسة البغدادية العراقيين تي هي مدرسة مروة هي مروزيين تي وقف سمن انت عمرك آخر كودي يا وحاب اللوضي انت وحي الله أروريو ان لك الاشان بايو رقب باللابين وحا هردعوها هرمودوها الامام ابو اسحاق الشيرازي ومدرسة العراقية ها بغداد سلقيسوها يا الامام ابو حامد الغزالي ومدرسة مرواها لنا عايسوها يكتري أرضي أبو المعالي الجويننها وسيدة يكسوا باللاباتي كذب وحلو بحي وجوه يطرق وحل إرادو تحرير كي يكال الشام بانتي اللابادي وحي هيد حلي أبو القاسم الرافعي إيوه أبو يحيى النووي أبو زكريا النووي مركا دمو حودي هي لبداس مسائل كورجح يا كتابكم مثل ابو شجاع مركا قاركود وحين نقضان متكدوان شيخين كي كدنبي وحي رجحين ولو يقان المعتمد من المذهب مذهب كقول كراجح مذهب كشافعي هو يلا يراد هذا والله بدو داس وحي رجحين ايوه يا قداشود تحرير كي كلا شان لا انتي السدحات الشيخ زكريا الأنصاري كصوب اللعبتي يا أصحاب الحواشي كان صوب صاري قيلات كضعيفة في المنهج وقيلات كمعتمدة وضعيفية لكن معتمد كراجح مذهب كأوريا طبعا كقيل تطوية طوينة هم بنوم علينا يا صار وضيهت يا دبا حضرك حكو ترى دور مسائل دور ونوم علينا يزيد يا لباترين يديهين وسيدة هذا راجح معتمد كمذهب كاسي كدوان ودقي القاضي أبو شجاع كتاب البيع والمعاملات أفر ميلود واي أفر مسألة واي مسألة واي الشركات كي شروط وضواكم مريدونا مسألة واي وكالة مسألة واي عارضة مسألة واي وقفك أفرت مسألة واي مريدونا إن شاء الله تعالى هدي عليه رهد أفرت مسألة وحانا هين كتاب البيوع والمعاملات ومسائل كي مذهب كراجحة معتمد كها كتاب كربودهان سدي لواتن كمسألة أو قاركود ولي والله إسقاط استان هين مع معتمد مذهب كمتوشة قبل مسألة كلا الإسقاط يو أنا هين وسيد الشيخين كوي رجحين يدك كدم بي أصحاب الحواشي يتحرير كي ثالث كها انتاز انت رجل شرح ذي قاضي أبو شجاع متن إذا شرح ذي سائل كمركز صوم مرام بين تبدان شيئا هل مالكما عروريان
laakiin hadda mar dhow bay bilaabatay daraasad dabagal oo la wada dabama galaya masaa'ilkii in lagu soo ururiyo rasaa'il yar yar sida qeylaadka mucaamadada ee manhajkaba rasaa'il yar yar loogu soo ururiyay kadibna nadmi iyo qasaa'il looga dhigay laakiin wali masaa'ilka Abu Shujaac wax nadmi ka dhigay ma xasuustaa doon arkay كتاب البيوعي وغيرها من المعاملات مركي فقه ذوك الله ربع هراء وعباداتك وها على قضي حريرك كدحي سيطوزك قفك يا ربك أهنا هدفك كوباد الله أبوري أيها وحالقو حجسية باهيد الله بعد جسم ذو قفك وقبه ومهيم سن ومعاملاتك يا مالك يا نرشية مركي باهيد الروح ذو أي قبتي أساس عباداتك أفرتها صلاتي صومك زكادي حجك بالغها الله يوحي الراعي يدي صلاة طهارة الرعادة كده من فقهاته حيسكو قبطان هل بابو كالي أما الله بابو كالي ما عبادة أصالوه ونراعينا انتان بيع لقارين مثل قدال بانو لكنا وبابك كالي جناياتك جراحاتي ليقق حرير لليده سيدا كتاب الجهاد كتاب الجهاد ما عبادة راعي الناس هذه فقهاء قار سمايان انت بيع ولا قارن مسه ما دام ديقي دل لما شايته هاي باب الجراحات هي جنايات كان راعي الناس والسياد والسير حقاسا قيلنا وحالا ماذا اضاحي ذا حولها لقو رعيو عقيقة ذا وانقلك حولها لقو رعيو وحي ديقو لان ما قدال باسو راعي الناس مسه عقيقة ذا اضاحي ذو hadigi goor xoraan la gowracay xajkay shabahan ahkaam badan la wadaagaan horan marina jihad kuna asalkiisu ajir baa laga raadinayaa iyo jannayn lagu galo aqeedina lagu difaacee hore baan soo marina wa ikhtilaaf qaadi madaahibtu ku kala duwayeen kitabul buyu'i wa ghayriha min al muamalat mar badan fuqahaadu erega buyu' way ka marmaan kitabul muamalat bayraadan oo buu'u muamalat ka dad xal u bayxu kamidiy لكن دي كتاب المرنا ويكون قاب صدان وكتاب البيع بير هذا وبيع وحبوي هاي أصلنا وي هاي معاملات وحسو إدارس يضدك نحمرة هيا ما أكلا وحسو إدارس يملك كوري قاي وحس كير هل كان مؤلف كو وغيرها من المعاملات حوير بيع هدو شيغي وحو حاجر عرفق فقه هذين سومالي دا فقه شافعي هرنا إقابان إنه يتيران أفرت الربع هي التوابع وحل إرادة ربع وابع ربع نواع عبادات ربع نواع النكاح ربع نواع جنايات أما الجراح إن دحضا ومالنا لغو كالوريغو بيعنا عنا هين باجرت وحاكم إذا هبدا وحاكم إذا ودي عدي أمانة وحاكم إذا وقفك وحاكم إذا وحل إرادة لقطة باهدة بعد ذا لنتي وحكم ذا ميراثك لحال حول الله ويشو يكو الله مدك ووح حول الله ملكيو بيع وحكى لا يبسي شانا عنا هين لبدي يسير نعبا انت أصحوا حال إلى ذا توابع توابع البيع وي بيعنا معها لكن هو معاملات مالية هنتي لك لملكنا يو لك لوريغا يوي وحيوش بعد آخر كبيع عين اعتماده ما دام عين كيرت هاي بيعه إن هنتي لو ملكي أي باع كبدنا ومال الله وصاع الله ودقيق الله هذانا مال بين لحر التام ملكي كجورية وملكي وجورية آخر كباب البيوع بعلى وش جا توابع وحياه لو بحية قيب كم دنا إن لقيت تجي كروي كتاب البيع ما كان آخر ده أنت توابع ذا الله وضع منا ما هنرسل قيب كم ده وحاس سامين كلها هاي كرهان هذا النساء مارد من هاجك آخر يشري qayb kamida waxa saameyn ku lahayd meel aan dib badan ba ku jira gaar ahaan faraa'id iyo dhaxal marka la yimaado xisaab marna la kala jaraya marna la isku daraya marna jajab galeysa marna la isku dhufanaya ku badan marka xisaabtu timaadana waxay u baahan tahay qof xisaab yaqaana oo xadari iyo madani ah kitabkan geedo istibaal uu akhrisan jiray wadaarika masaa'ilka manhajka waxa la yiraahdaa أفرت مسألة وجو صدق هذا مسألة وجو هذا صدق هذا بواحد حساب
باب الصلاة وحاكوتشر مثلا طهارة وحاكوتشر فصل كباب الطهارة قدام بيا يا باب الحيض قدام بيا فصل الرعة اللي يراه ذو وحساب هذا بيشو أنت جواب عادي كله هذا أنت أنا هيس المثال لك قوين يا بيشي هذا لا بد بروض مد بين كجش ومد بين تبع كجوايس المثال النقطي هذا حيث كذو بتعدو يا راضو هذا عادي النقطة اللي حتى دبر النقطة حساب على كلا شر يا تقف قدام حسابتي وانا نقولين وقف سوى بعدي سكتش وكتب ترى أنا يوية مش كرب يكون نقطة بسر الله بعد كتاب الصلاة بيكون تايو فصلت المتروكة واي هذا قاعد يور سجود هالمانت تير الله بعد سجود هالمانت تيس الدحان سجود هالمانت أما ركوع هالمانت مركل اللي يسوق جو يكلم يد باب بحسم إيسا نزول بابيش إذا مركل تسوق قاعد يب بحسم إيسا أنت عايزوش شر أنت عايزوش شر إمسرع عرض بعود من مسرع دي بنا واي مسرع الدحان مسرع باب البيوع اللي يراده باب القراض مستريد اللي يراده واي نبى حوالين وديبي وكل قيني فإذا قيب بهايان يدون حصاتي فإذا لحرن بقولك لعقتي لفيه لعقتي قيب لن نقضي لعقتها ولن نقضي لفيه فإذا حتى يسكتشرة لفيه انتو لن نقضي لفا لك قوينيا فإذا ذن إمس هكسو آذي لهيد بسرع حساب واي بسرع فراد من هاش قولي بدن حساب معها لكن مسلا ما قاله هو يقول يدسان وقولي برساء واي ننك الدقيد هستي يدرسة يا أقل صومالي يقيني قولي قولي يا فردي ونسكو دين عسوه توسنين يريد لقباري كارو صفكو سكذا حران كارانا يتشيرين صلاة ما لا سيحرا كالسحن وصوفة تنوان مركو حقوهات كان يسنين كباديها تشوغين وليك مقالات تيجين ورطا قولي كان قابك يولي سيه قولي فردي يا تشيف أما قول يا برساه والبابكو قابية ونقبل هذا هو ذا تشيرين سكو توسنين أما الباب كلا سوء عرين كارو إمامك يا مامومك ما كلا يستاغي كاران ورطا مسألة دي مكا ذا حكوم كا ذا فهم يسو نسمه سوء يهينات كارانا يسوهي نين باها ديرتش ونقولي يقولي مقارو نسمه وقولي يبرساء نارك ورطا إنو صورتو الباب كونا قابي يهيبا وقتكو قادان يسو سازدرتاد لباكو حسابتا لديش ري منهاج كوانا قانا قفكي كويرا هذا فقيه مدحة تاقي متروكة يا مستريد على الهرب يا الله وانا اسقبتي بالي هذا وصفي عن برو شرح رجع يسكو يسوق ويسك مثلا هو حساب مشكلة داسي وحي السبب تي رك بدن إن عن توابع ذا الآخرين يضو فرائل كلاج عري علم يورن ويجرين رك عذر دارتي إن باب الفرائد وحق قران ويران وحساب ما كان ده أنا نقول إنه وحق قران ما دان قلدي سالم جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى موسوعة وينها باب الفرائض وحبك ما قولي صارت وحول حسابتك ما في يعني ما جعتان قال مرك وحبايك قسمي وحبان ولاقي ومدى وريرين بك كتاب البيوعي بيوع ذو حيسو وشرته لبا لبا ذبا وعن نوعية فربضا وحلك ليبسان إياك لدوان عيني ومنفع النقطة صادرت تبيعه ومال مال لقو بدلان أيوه سي لوكال ملكيو عينتي اما منفعتي لوكال ملكيوي مرك المؤلف هو جمعي البيوع مشيغن اركان البيع مشيغن بيع سدح تير اما شن تير بوله تنسو قابلنا لوا سدح دام فافاهنا لوا شن او علي واللح العاقداني لو حكى لي بسنة سواء يتشيران هذان العاقداني هل ركن يكردق نانا وعمد هذان فافاهينا اللبو نقونا يا يقف وحي بسنة يقف لغي بسنة لبدا يحكتا محال يسكون نقون كرتانا يغنى وحاوي السلعة والثمن بدا عدي اللي يبسنة يوحي اللي يبسنة لبدا اللي يسنة بسنة يا الله ما ذي وحش نفس نيس تصدح هذا أما اللي أفعل شن يلي حكون نقانا يسنا واسية غادي أريج اللي يسنا نفس نيوه متكني هذا القول له لها ككلنا جوابته بحين لها كي متك استبعها بالله صدرت أركان البيع وهذه اللي فافاهي أنا والحداس وإجاب يا قبول يا دعم فوق هذا سيغة مركل إيراد أدي كلام حنا هنا العاقداني
والمبيع والثمن والصيغة سدح ذانا القصور مدر بنا الشروط بولي هاي أحكام تسامينيس كريا وحوشة هاي شروطنا مشيق اللهم بذي عدل لي بسنة يو يوكود شروط دي هاي وحكا شيق دونا انت بنا السامين بيكول هذا هاي العاقداني مركان دهانو لما وحكا لا يسوي دار سنة يسا هل قف يسوي وحمكا لا قدان كرابا يمنيس هذا 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 والله ودنا عملت لي وحما كان يبين كرتاوان إيبي وانا أقبل إيه كرتاو عند الجماهير مايا لما ده كرم بس هذا وحي سامين إيسا سائل معامل كده حد ينو تاغيه بانك يومركو عراب كسو قضايا كا قضايا هذا كان تشيغ وكود إيبا هذا وكيلي ننكي غاريغ ميشن عروضة جوغي كاقت كدبنا أذيك اسمه وريتشو كنه أذيك أن الله وريك يالا اسم التالي بانكي كو وريتشين إينا أذا ما التالي أذو مركة عاقدين كي هلقف من نقون كرا بس من نقون كرا بس رضا وحيكار كو سلايسان تهي لبدا دين عبد داعات مكان نقون كرا لوقف وحكالة تشيدة نيسو وحكالة قضا نيسو وحكالة قرقرو تميسا إنو كي قضيين داعات النقضو كي قدنا يين الداعات النقض الله وذا قف بعد كسوة كيشان مسامين كرتاو مثال كده لنا يا عاقدين كلا كلا ساروي هديت ما دغالب الظن إنه الداعات كان نخون كرو ويسنان كران مرمر بالله قول هذا بكاسه وحلوليه قف كأووغة الله وذا الموذي أووغة ويهي يري يري انقادين الله وذا بولايدو ذا أوليه ويتولين كران سقع طرفي العقد بقوان كرا وحربنا إن هذا مسائل كذا شيء عند الجماهير إن لو يرهدو وحال إلى تفريق ضمان إلا كلا سارو أديك نقودي وما أديك الله ذي من نقوم كرتدي عقود ضمان إيمانه كبرت جورسان ربتو أدنى دلو حكتو ولقي جورين أي إنك جورسان يقبلتو نكاح على أديك مثلا نقوم كرتا كمسائل كنت أبيع والبيع ويكبدا يعني كل هراني البيوع بعيده ثلاثة أشياء صدح شيوي أما صدح نوعوي وهو مؤلف قيبيي باعوا مركك وبدوا الله بيع عين يبيع منفعة إن هذا عين وحلقة تابن كري يبسنيسو إن نعفي نف يبسنيسو باب المنفعة وحا أساسها باب الإيجار وحلق كريستو قل هذا كريستي قل يجمالي هذي نعفي كيسات قضا نيسا وإذا كشور الدوان تهي وشروطها قار لوحر يبيع عين تلقذان أيو منفعاتنا الطبع قولي قطار قطار تلفيه سبا نعفق سنة قطة وملكية لكن ما كان نعفق قطارته لفيه مليد وانا قيب وينو ببيع يدا كاميدا تاكسي بعد الرعادي تريان بعد الرعادي ديارت بعد الرعادي تريان لات كريساتي دون بعد الرعادي مركب بعد ألاب سارتي وحاسو من بيع المنافع واي ما يسكر وحبرشها تكتي تختار بع تكتي ودواء دونتي ده عينا مجدنا يسدواء ده سوق له لكن اختار ككونسلتيشن ككل فريق سنوية كواري سنوية العقدة بحنا يسوع طب بيع المنافع واي طب أكون شقية وشقارة قوة بيع المنافع إيجاروي وحاسو بني بيع المنافع بالي شروط ده وحبيك قد وانت هيتن صو صعد من ده بيع الأعيان ويه ووحي الله فيه سيناد من الكذاوية كاسا صدح النقدير لما بنان يمد حرانه بيع عين عين يوحينات قضاته شينات قضاته مشاهدة لأركه فجائز وبنائه وحادي اندهاغا كو عركته وكوهرچوغا اما اتصو عركتي اندهاغا معلم كوه ميدب كوليه هاي انت وليه هاي قيمه يسا إن لغو فافاهية ما وحقا سما هذا هو دعيب كسو بحضا وعارك دونا بيع عين عين لغاتو مشاهدة لأركو أما لأركي إشادو أي قبطي وإشادات كو قدطي فجائز وبنائه وحل الله البيع بيسو قليسة وبيع شيء شيء نات قدو قدستي موصوف لتلمامي
oo fi dhimmati qoortaada dayn ahaan lagugu leeyahay, waxaad tilmaantay inaad gaddo baycu salab bay noogu iman doonaa. Fajaa'izun waa bannaan yahay isaguna, idaa wujidad haddii la helo, asifatu tilmaantii calaa maa wusifa bihi, sidii loo tilmaamay isagoo ah haddii la keeno. Waxaadan magacownayn, ishaaduna aanay arag, waa kanna aan lagu dhihin, laakiin tilmaan lagaa dharjiyey. Tilmaanta shuruudda laga rabo iyo shuruudo kaloo raaci doona wayasixu baycu salami baa nagu tegi doona haddii la yidhaahdo. Marka baycu sifa la yidhaahdaaye tilmaan baa lagaa gaday, adiga hadhow waa inaad heshaa wax tilmaantii leh. Faahfaahinteeda dib baa nagu tegi doonaa, isna waa bannaanya. Wa baycu caynin, cayn baa la gadayaa wax gaarahoo cayiman, ghaa'ibatin maqan, lam tushaahad aan la arag, ay walam tuusaf aan lana tilmaamin oo tilmaanna lama gadayo. Falaa yajuusu ma bannaana. Gaadhi guriga ii yaallaan kaa gaday, gaadhi aan kaa gadayo waa gaadhi guriga ii yaalla baan kaa gaday, gaadhi gawaaridayda ka mid aan kaa gaday oo mucayar oo taarikadaa leh. Waxaa meeshii ka baxay tilmaan ma lahano, waa shirkadee, waa moodeelkee, waa sawaasanaad, waa kalar iyo midabkee, waxaasoo dhalaba sheegid. Waxaad ka gadaysana tilmaan aad hadhow meeshaad ka keentaba aad ka keentidee maaha. Gaari gaar aad ka gadaysaa, guri gaar aad ka gadaysaa, boos meel gaara ku yaalaad ka gadaysaa, mana tilmaanna mana la arag. Hadhow waxaad keeni doontay yaa garan, wuxuu yahay yaa garan, xoolahan lacagtan lagu gatay ma u qalmaa, qofkani hadhow ma qanci doonaa. Beecuna waa inuu dhacaa qaab la yaraynayo, inta ugu badan la yaraynayo, muran hadhow inuu yimaado oo isqabqabsado. Hadduu yimaadana aan wax loo raacayo si lagu kala saaro lahayn, waa inay jirtaa heshiisku inuu kala hagi karo dadka. Hadduu kala hagi waayana lagu kala hagi karo oo kooda qaldan ee qalloocsan la garan karo. Wayasixu waxaa asaxaya baycu kulli daahirin, wax kastoo daahira in la gada uu asaxaya. Halkaa waxaa baxay hadduu nijaase yahay uuna sii cadayn doonaa. Muntafacin bihi, lagu intifaaci karayo oo nacfi leh, waxaan nacfi lahayn isna lama gadi karo. Mamluukin, uu leeyahay tasarufkiisa, uu leeyahay cayntiisa maaha. Mamluuki tasarufi, in lagu tasarufo oo lagu takrifaloo la maamulana qofku uu awoodo oo leeyahay. Imaa bimilkin aw wakaalatin aw wilaayatin, in loo wakiishay soo iibi la yidhi, tasarufku xaqu leeyahay. Inuu ilmo yar iyo qof waalan iyo qof maskax dhimanaya yahay oo suweli iyo mas-uul ka yahay oo wilaayo ku leh, imaa isaguba inuu wixii leeyahay isna qof tasarufi kara u yahay. Laakiin isagu qof tasarufi kara markaan dhahno shuruudul caaqid weeye, shuruudul mabiic maaha ama silcadi maaha, tan waa shuruudii silcada. Saddex sharti buu inoo sheegay: waa inuu daahir yahay, waa inuu wax nacfila yahay, waayo maalkii markii la iibsanayo wax inuu wax ku bedelanayso, waxaad ku bedelanaysaa hadduusan nacfiba lahayn xisan, ama nacfiba uusan lahayn sharcan, waxa inaad wax ku bedelata safihi baa tahay way. Walaa tutu sifaha amwaalakum baad noqon safihan, xoolo iyo qiimood garanaynin, xoolo iyo hantina aan lagu aamini karin. Waayo waxaad xoolihii gaadhigii ugu gaday, wuxuu ku gaatayna wax maalaayacan ee weyn jirinba, maana qofkani xoolo qiimahoodna ma yaqaan, mas-uuliyadda xoolaha ka saaran in la ilaaliyana ma garanayo. Marka kaasoo kale waa safi oo gacmaha sharcan laga xiraa, waxna ma soo gadan karta, waxna ma gadi kartid baa leeyahay. Waa lagu kor meeraya cid kale xilka lagu wareejinaya, iyagoona isagoo xoolihii leh wayagow, isagoon lahayn iska bada. Walaa tuutu sufaha amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman, sufahada xoolihiina u dhiibina. Ilmihii yaala marka xoolihiisa loo dhiibanayo waxaa la yidhi: fa in aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum, haddii aad ka dareentaan qof kala garanaya oo u bisil xoolihii maamulkooda iyo daryeelkooda, ku wareejiya.
xoolihii maamulkoodii iyo daryeelkoodii iyo qiimeyntoodii u bislaynna ka ilaaliya xoolaha. Kii lahaa weeye kuloo wakiishay walaal iska badaay, walaalna ma waqaadi kara iyo wakaalo, isagaaba mas-uul laga yahay, qof mas-uul laga yahay mas-uul kama noqon karo. Walaa yasixu asixi maayo, baycu caynin caynin la gado, najiisatin oo nijaasa oo aan la daahirin karin. Shayga najaasada waa laba qaybood, shay asal najaasa u ah iyo shay najaasadu gadaal kaga timid. Shay asalkiisa najaasa waa cinda asxaabina alkalbu walkhinziiru wamaa tawallada minhumaa waay, markuu naflay yahay. Markii naflayda uu ka baxana waxayman saxarada ma la yibin karaa? Saxarada soo nijaas ma, kaadida soo nijaas ma, ma la yibin karaa? Suuqa ma la dhihi karaa? Badacad ma gashi karaa? Saxaradii iyo xaarkii beeraaba hadda lagu bacriminaya. Bakhtigii ma la yibin karaa? Intaa waxaa asal u ah inay taahirto hoo nijaasa la gadi karin. Nabi cuse xadiidkii uu ku yiri naa can bayci alkhamri walmaytati, bakhtiga iyo khamrigaba waa la reebay. Cinda aljamhuuri khamrigu waa nijaas bay yidhaahdeen, bakhtiguna waa linajaasatihi, nijaasa lama gadi kara. Marka nijaas oo dhan raaci. Wixii nijaas asal u ahaa waa sidaa, wixii nijaasoobay labaan ka dhigaynaa, ma la daahirin karaa mise lama daahirin karo? Wixii la daahirin kara beeciisu waa bannaan yahay. Dharkan ay nijaase gaartay, kaadi waa ku duushay, waa la dhaqi karaa, waa la gadayaa, waa bannaan tahay. Sawan la dhaqin in la gado, laakiin qofku waa la u sheegtaa. Haragga xooluhu intaay nool yihiin waa taahir, hadday dhintaan oon la gowricin oo uu bakhtiyo, haraggii ma la gadi karaa? Inta laga soo saarahaa waa la daahirin karaa, dibaaqa iyo magdin baa lagu daahirin karaa. Waxaa jira waxyaaba aan la daahirin karin, saliiddii bay nijaasa ku dhacday iyo subaggii, saadu daahirin diwuu ku meelmaya, saliiddii way ku meelmaysaa. Wixii haddii waxyaaba aan la daahirin karin, saliid fadhida maaha, waxaa laga hadlaa saliiddu hadday iyo subaggu hadday fadhiistaan oo nijaasa iyo bakhti ku dhaco, intaa kor badan ama dhaaftay intaasaa lala goynayaa. Laakiin subag miid ahoon fadhiin, nijaasa ku dhex dhacday, xaggee laga soo qaban? Meel laga soo qabta malah. Maaha biyo, intaad biyo kaloo badan oo qullotayn gaara ku darto saasay ku daahir noqonayaad dhahaysana maaha. Haddaba saad shaygii gadaal ka nijaasoobay asalkiisu taahir ahaa, haddii aan la daahirin karin xukumkii najisul caynku qaadanaya lama gadi karo. Haddii la daahirin karo waa la gadi karaa. Walaa yasixu ma asaxayo, baycu caynin caynin la gado, najisatin nijaasa, oo ama asalkeedii bay nijaas u tahay ama waa nijaasa aan la daahirin karin. Walaa maa shayna in la gata ma banaana, laa manfacata fiihi, wax nacfiga aan lahayn iyo faa'iida. Waxaan nacfiga lahayni waa laba qaybood, ama asalkiisiiyo sida uu yahay buusan nacfiba u lahayn, ama nacfigiyo manfacadan baa sharcigu uusan aqoonsanayn oo sharcigu uusan ogolayn. Midda hore, haddaad tiraahdaa anigu quraanjada iyo masaskaan iibsanayaa, hangaralaan iibsanayaa, hangaralowda hilibkiisana ma bannaana, gaadiid la raran maaha, jaanisku kaa dhag iyo qaniyo waay, ama waxaan asalkiisiiba waa nacfi waa lahaan lahaaye, qadarku nacfi ku lahaan lahaabaan la gaarsiinin. Adare saddex aboo bariis iga gadbaatiri, saddex aboo bariis xaggee qabataa? Xoolaha la siinayaa iyo xoolo lagu ciyaaraydi. Haddaan ku dhaha anugu saddex aboo bariis, ma cuni kartid, ma karin kartid, wax nacfi ah ma laha. Qofka qofka xoolo lacag siisanaya waxaasoo kaleetana diba qof aan xoolo qiimahood garanaynin, waxaasi qayb qaybna nacfi way leeyihiin, laakiin nacfigaadaa sharcigu diiday, xaaraantinimeeyey, ama beecoodu xaaraantinimeeyey. Nabigu nahaa can bayci alasnaami, asnaamta in la gado waa xaaraantinimeeyey.
iyadoo asnaamteedii ah. Waxaa la xaraantinimay aalaatu lahwi, alaabtan lagu ciyaare kabanka iyo muusikada ee lagu garaaco, waayo kaban iyo muusika garaaceeda sharcigu xaraantinimay. Nahaa can bayci lkalbi, eyga beyciisa waa la xaraantinimay. Nacfi buu leeyahay, waxaa la ogol yahay beerta inuu ilaaliyo, guriga waardiyeeyo, aad ku ugaarsato, xoolaha ku raacdo waa lagu ogol yahay. Laakiin haddana sharciga wuxuu diiday in la gado. Waxaa kaloo la diiday manfacada, la diiday in la gato jirka in la iibsadaa ka mid a. Way gabadhu tiraahdaa anuu jirka inaan ka ganacsano, halkaasna albaab ka furan oo soo gala. Naa can thamani lkalbi wa mahri lbaqiyi wa xulwaani lkaahin, ninka faale looga ama kitaabka roga ama dadka u faaliya ama abaajaadka xarfaha tirada isku dara, shaqaduu haya waa shaqo xaaraana sharciga. Manfaco xaraama sharcigu laa kalaa manfacati waxaan jirin bay lamid, wamaa laa manfacata fiihi, intaasoo dhan baa soo gelaysa. Waxyaabahaasoo dhanna in la gata lama ogola. Haddii eygii la diiday waa shay manfaco leh, laakiin sharcigu ilqeeye weeye, wixii lamidaa looga qiyaasan. Haddii asnaamtii la diiday in la gado waa wax manfacaan lahayn ee mafsada ah. Alaatu lahwiga haddii la jejebiyo, baalihii kabanka iyo muusikii intii la jejebiyo, burburkan wax kale loo isticmaali karo, burburkaa waa la gadi karaa, burburkaas waa la gadi karaa. Haddii aalaatu lahwi iyo kaban iyo intaa jejebiso maxkamadda lagu keenana, maxkamaddu hore iska baxan bay ku dhihin. Markii horeba haysashadeeda khalad ahayd, haysashadeeda baa khalad ahayd. Intaasi waa intii muqadimadii hordhaca guud ahayd ee baabulbayc. Faslun, fasalkan wuxuu ku yaabsan yahay ka bilaabanayaay ama guud ahaanba soo galayaay albuyuucu lmuxarama, buyuucda xaaraamta. Wuun kale horeysiiyey keliya xaagaarku maaha ribada, oo walaa yajuuzu baycu lgarari baa gadaalkaaga iman doonto wax badan soo gelayaan. Albuyuucu lmuxarama waxaa saas ugu weyn oo ugu dembi badan wixii ribo lugta la gasho. Ribaduna ummadaha iyo reeraha way rogtaa, mar hadday ribo kusoo gashana dab iyo balaa kusoo gasha adduunya aakharaba. Wariba, ribadu fi dahabi walfidati walmatcuumaati, waxay gashaa dahab iyo fido oo lacagaha ah. Walmatcuumaati, waxyaabaha la cuno ee cuntooyinka ah ama cunta suubiska ah. Ribadu laba shayga waa laba nooc, riba alfadli iyo riba nasiya ama riba deyni. Riba midna waa deyn, waxay ku badataa waqtiga dheeraada isbedela. Taasi deyn oo dhan bay gashaa say dooniba ha ku timaadee. Taas maaha wuxuu halkaa kaga hadlayo ama fasalkan uu ku soo qaadayo, middaas maaha. Midna riba alfadli baa la yidhaahdaayo waa riba albuyuuci, waxbaa la kala gadanayaa wixii baa noqonaya waxyaabo gaara. Riba alfadligu asaas ahaan laba shay bay gashaa, lacago iyo cuntooyin. Cuntada waxaa raaci wixii cunto suubisa, wixii lacagaha waxaa asalu ah aldahabu waalfida, oo xilligaa nusuustu imanaysay lacagta la isticmaalaay dirham oo fido ah ama qalin ah iyo diinaar oo dahab ka samaysan bay ahayd. Waxay ahaayeen lacagta wax lagu qiimeeyo, wixii la kala gadanayana u dhaxaysa wasiidka xiriiriyaha ah. Wixii dhib dadka kala gaara ee maalba u soo noqdana iyadaa lagu jaangooyaa. Laba shay oo maala keebaa qiimo badan haddii la yidhaahdana iyadaa lagu miisaamaa, kan imisuu lacag ka gooyaa, kanna imisuu lacag ahaan gooyaa, baa lagu kala gartaa kee qiimo badan. Haddaad ogaa rabto inaad ogaata labadan dhul keebaa fiican, maxaad samayn? Suuqaa dhigi waad biicin. Kan imisuu gooyaa, kanna imisuu gooyaa, mid hadduu malyan noqdo, midna malyan iyo badh noqdo, labadan dhul kee qiimo badan? Inuu qiimo badan yahay waxaad u soo martay lacagtiisi inaad ogaato. Lacagta waxay yidhahdaan saa darteed qiyam qiimatu lashyaai,
والثمر المتلفات وحي تفكر ديبي كلا غارنا يذا لو كلا تنضوا وحي قيمه صلى الرب ان لو اوغادنا يذا لو جانغويا تلمدا تلمامود باي لاغيلدا واغي هور درهم يا دينار بي هاجرتي ذهب يا فضه كسمايسنيد دغخ غوان نو يحيى اسلام كدرودو مركاي واسع نقطي بريا قلبيد لكلا غاري بيعين تجارتنا مواشي أي باتين تابك يفضل وكف الأنوائين تابك يفضل لسو ساري العقد لغنقي باهيدي حجمي حتى هاوي دبوري وائين مركاسا بيع الفلوس لغا قوري وواحد معدنك الشرن كوكسا ميسيني هاي بلو قوري دتاسا كقيقية قيمة شبنيت كانت ترابنيت si loo helo wax qaybiba dadkii daboola oo markii la sameeyo lacag ahaan loo diyaariyo fara badan loo helo baa loo guuri iyadii baa dhib badnaatay hal milyan marka lagu siiyo oo shilin shilin ah seed yeeri seed u qaadi rarkeedii iyo xamaaligeedii baa mixran noqday gaar ahaan wadamada loo kala guuraya diyaarad iyo gaari gaari aad rartana ma jiro hadduuba xataa jiri lahaa marka adigu 5 milyan oo shilin shilin ah wadaato kiriga bas inaad kareysato Soomaa ta jawaabada ka buuxiso kiriga aad kareysato way cidkii la marayay dawladuhu markay daciifeen ee wadi amniga gacanta lagu hayay jadabacday ninka intaas oo awro lacag u raranta oo jawaabna milyana tuugadii dhaxdaaba ku heeriyo qalab baa laga siin xagee la dhigi seen meel meel looga dhoofin seeba alaab meel loogaga soo gadan qofkii alaabta keenay ee gatay sidee buu lacagtii ula noqon mixnad bay noqotay culayskeedii khatartii amniguna way badatay waraaqahana loo guuray oo saftaja wax la yiraahdo ku bilowday markii hore dahab iyo dirham iyo dinaar baa laga guuray oo lacag macdanahu alfuluus la dhihi jiray kutubta hore fuqadaad ku arkaysaan baa loo guuray iyadiina waa lahay wadi kari waaye maxaa loo guuray waraaqo asalka jeegaga ahaa in la yiraahdo xagga u socotaa dheereed baan u socdaa maxaad ka rabtaa alaab baan ka soo gadan imisaad ku soo gadanaysaa lacag 2 milyan aan wataa niyaanii 2 milyan iga taallaa Nairobi waraaq baan kuu qori warqadan tagoo lacagtaa la wareeg ana tan igu wareeji adna culayska iyo khatarta ka badbaad ana culayska iyo khatartaan ka badbaado waagu hore warqadan magac baa lagu qori jiray hebel hebel intaa lacagtaydii hayd siiya muddo markay socotay haw baahi baa soo baxday kale aniga Nairobi baaban u socday alaabtaan raadinayay voy baan ka helay inaan intaasii socdoon soo socday khasaare igu tahay waxaan u baahanahay nin voy jooga oo Nairobi alaab ka raba inaan ku wareejiyo warqadii magacaha laga daayaa timid marka ninka warqadan sita ee waa kuula yimaada intaa lacaga sii la yiraahdo maxay suuro gelisay hadda ninkiisii ta warqada way hadda ninkii warqada wata way meel dhaxda haddaan qof ka helo ama intaanan bixin bacalaabtii meeshaan ka helo ama dantaan kala haaba iskay bedesho mid kaloo meeshii dan kale uma ku wareejin oo ka qaadan xaamilka qofka wada halkaasay lacagtu warqadaha isu bedesho jeegaga hal la isan siiyo intaa ka badan sii geli maaye qaab saasay lacagu isu soo bedeleen waadba baahidaa laakiin mar walba waxay lahaayeen labadii tilmaamood ee sheegnay wixii qiimihiisa la ogaanayana iyadaa lagu jaangooya wixii dadka dhib kala gaarana iyaa lagu kala gudaa gaari baan kaa jabiyey neef xoolaan kaa dilay kaa dardaray kana dhib baa xoolaha beer kaa daaqay gurigaagii baan daaqada helmaayay dhagax ku soo tuuroon kaa jabiyey waxa ugu saaran waxay noqotay imisa ku baxaysa imisa gaarigan lagu hagaajinayaa daaqadan imisa lagu hagaajinayaa neefkan xoolaha nabarkan soo gaaray ama qofkan waxay gaaray imisa ku baxaysa imisa markaan dhidhaahno lacag baan marka hore ka dhigaynaa kadib waxaa doonaynaa aan ku kala qaadanno marka weli fuluusku tilmaamihii buu lahaa tii warqada ahaydda tilmaamihiiba yeelaatay xukunkii dahabka iyo fidaday qaateen qaybta labaadna waa cuntooyinka
عنتوينك انت النسك صريحة وشاغي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر باوغبدا تمر لايسكو قضايو رواتي قاركودنا زبيب كيكو دارين قمد لايسكو قضايا لفظ البر اف صومالي معها إنك بر وحانو نقانو عربي دقيق بالاقو إرادا البر والنوع كمذا النوعية قمندك هو أن أكسن با مقع عربي لغو إرادا مرنا قمندك ونبع لدها مرنا النوع كمذا النوعية هو أن أكسن با البر بالبر اللغة جيدا يا البر بالبر تيام صوماري كولان نقوتو بركا شيدان يدقيق عربي لغو إرادا بركا همودي حديثك مركا وحيروه يوما حديثك عبادة ابن الصامت وحوها في صحيح مسلم وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم سقنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حديث كاسع صلوه من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة تنوأ الشرايو ذهب هي فضة والعقو لبضاس عنتوين كان حديث بضانكود نوعي عنتاي تيريين لفظها تعمقية عنتان مدانا وفي صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام مثلا بمثل عنا لغو كذيو كاسان قرن انتاكال وحمدين ايا انا يعنى ديتا وحاسوها دي والملح بالملح ملح ومعنطاء عصبته مي عنطاء صوبية واي عنطاء هدير لقوة ايو عصبه وحبا الله قدرين انت عافمات كقمتاي انا يعنى المسهلة قفت مركو ربا دي كاريو عصبية نرارس كإلالي والليجري وصدا سيد ابلك ورقب صدي ماهانه ولذلك وحكستا هدير عنطاء عصبه وحكا دي وحان لغم بارمين كبادين تي سورة دبتا لا انتي سورة دبتا وحيابا عنتدى لغو حقا اتشيو دام هذا حيابا بادن وعنتدى لغو دارو ولغو معاني ولغو حقا اتشيو صوبحي عصبادا اصالوا عنتو ينكال لشيغينا وحكستو عنتا بياسلو يهين وقضال كيبت بريس ده قلي ده حول يرير ده دهير ده وحاصو ننسكو غدر الطعام بالطعام ليسوق ريان أما حنا إن لفظها عموم كي عنت النما وسوق ريان أما حنا إن الطعام كوا هراء لوتشي ذي كوا نم بقياس بيكون ريان هذين مقياس كوا كل هايو أنا من حزم الظاهري لقت أنتم غمرتي وصلنا صامين وقياس نفات القياس أنا نقول ولا يجوز ما بنانا بيع الذهب الذهب لا وقاضه بالذهب الذهب لا وقاضه ما بنانا ولا الفضة فضة إن لغو قادو كذلك سيدوك على فضة إن لغو قادو إلا متماثلين إن إسليقهين نقداً عن كهويهين معاني لبشر ديبا لغربا ذهب ذهب مركا لغو قادو لبشر ديبا لغربا فضة فضة مركا لغو قادو ذهب ذهب لغو قادو وإن إسليقهين اسكم ميزايهين اسكم قراميهين وانا كلا قرام بدنين وانا اسكو قرام يهين وانا كلا قرام بدنين وان حتى لكلا قاتو ذهب هوري با ذهب عصوب لغو بدلان ايه سيدا قبل حاكو بدن ايه حوانك ذهب ذهب لغو بدلان ايه او كي هوري يقعدي كو عصوبنا يسي العقام كو دارو لما اقلا لكن كان هرقت لعقه لعقت قدر يقدر متك عصب كذا وعمرك اللبدي اسكو جنسي جاهيد اي كلا في عينهين كلا ما قيمة بدنيهين اي قيمة لعقنا عن قدر على مده وحال يرى هذا اي يبسو لعقت اس بان لعقه على قدري او كذا اصل كرو حوا النبي نبوي عز السلام تمر في عن وده حيري وحكاكا كانت حيري تيحو ميت ولا بس سوسه
baan hal suuso mid fiican ku soo gatay xidha samayn tan xun lacage kadib lacagtii ku soo gadatan marka labada suus lacagtoodii hal suuso fiican soo siiso laakiin labada suuso toosa hal suus haseenin lacagtu waa waxa u dhexeeya haddaba iyagaa xiriiriyaa mar walba waxay yidhaahdeen fuqahadeennu maxaa cunnada aasaasiga ah iyo lacagta riba looga dhigay waxay yidhaahdeen in la xakameeyaa la rabaa noloshu inay sabayso iyo secerbararka labaa salo ah lacagtii oon la xakamaynin iyo cunnadii aasaasiga ahayd oo aan la xakamaynin lacagtii waxay ahayd iyada inay qiimo badnaato oo helisteedu adkaato saas darteed badeecadda qiimahoodusan cirka isku shareerin iyadii in laga dhiga badeecad suuqa taalla oo kor iyo hoos u kacaysaay si toosa markaaba badeecada oo dhan bay taaban saas darteed sicir barar baa dhacay suuqii waa la garan la'yahay waxaa asaas u ah sarifkaa isbedelay sarifkaa isbedelaya dhibkana waxaa lafdhabar u ah lacagtii oo badeecad laga dhigay sayladiiyo suuq taalla oo dalabka ku xiran oo marna cirka aadaysa marna dhulka u soo dhacaysa beeci markuu kor u kaco sarifkii markuu isbedelo ama hoos u dhaco ummadaa khasaari intaasoo la xoolaa haystay baa sarifkii dhulka ku dhici eber eber gacmuhu taag badeecadda lacagta inaan laga dhigin sax lacagtii in laysku bedesho lagama maarmo in badeecad suuqa taallo sida kabaha iyo furaaradaha iyo shadharka loo iibiyana lama rabo waa in xadna la fasaxo aadna loo xakameeyo cuntooyinkana waa sidoo kale dadku noloshooda lafdhabartaa waa cuntada cuntadii haddii ay noqoto wax suuqii lagu ciyaaro iyadana noloshu way adkaataa si sicir asaas ahaan intaan arkay ee wax ka qoray sicir bararka sababaha keena waxay yidhaahdeen lacagta badeecadda laga dhigay iyo sarifka asaas u ah sabaynaya isbedbedelaya saas darteed baa labadababa in la yar xakameeyo xuduudna daaqadana la furo lana xakameeyaa la rabaa markii sidan oo kaleeto aan baabu riba alfadli ka hadlayno waa markay tahay cuquudda wax kale iibsiga cuquudda ixsaanka iyo samafalku riba ma gasho markii dahab dahab lagu gadanayo waa inay isleeg yihiin gacanka hoona yihiin laakiin mark waa lacagti markaan ku dayminayo oon ixsaanka u samaynayo ee dibna intii ileeg iiga keenayso shardigiiyo dambeedina loo baxra waa baabul ixsaan saa darteed ama cunto ha noqdo ama lacaga ha noqdee wuxuu baabul ixsaan iyo isu wanaag iyo samafal hadduu yahay baabul riba ma gasho sida lacagta loo kala daymanayo ee dib laysagaga soo celinayo beec ma aha markaas nin sariflaah oo meeshan lacagaha inuu gata qalaad iyo wax kala bedela u fadhiya iyo qof aad caawimaad ka dalbatay oo kaa iska caawiyoon ribix ka doon ahayn isku mid maaha waxaa la mida dadkii deriska ahaa ee maanta gabadhii markii duhurkii la joogo unbay xasuusatay qadadiina qarka saaran tahay in bariiskiiba go'ay ama martibaa u timid wixii u yiilay kuma filla inay deriska ka soo qaadato dhaada hadhow markaan soo gadanno soo adeeganno bankiiladiini idiin keeni waa loo ogolyahay waa baabudayn waay baabul beec maa baabul ixsaan waay sidii lacagta loo kala daymanayay duruuf markay timaada deriska iyo raashin way u kala dayman karaan marka masalada waa inaad ku baraarugtaayo ummadda aadan halkaa dhuunta intaa ku dhegtay dee faham qaldan beeca bay gashaa weliba lacaguhuna sarif markay tahay bay galaan oo qofku sarif ka ganacsanayo markay tahay ammaanaad lacag baad wadataa suuqa lamaristiisa waad ka cabsanaysaa qof baad u dhiibato tiri walaalow meelii dhig marba marka adin u baahato baad ka qaadanaysa sarif baad u baahatay niyow intaa sarifkeedaysi lacagta kalena iska hay intaa ii bedel intuu kuu bedelayo unbaad markaa kala qaadanaysaa masalada waa masalada koowaad masalada labaad inaad ku baraarugtaay tahay waxaan aan sheegnay ribadu gasho waa laba qaybood qaybna waa lacago lacagaha iyada marka laysku bedelayay riba gashaa
qaybna waa cunto cuntadu iyada marka la isku bedelayay ribo gasha laakiin haddii lacagtii iyo cuntadii in la isweydaarsada noqoto ribo ma gasho ribo alfadli ma gasho haddaad lacag wadato bariisna gadanayso baabu riba maaha daymood ku galan kartaa bariiska waa imise lacagtiisu intaa weeye dib baan kaga keenay waa la dhihi karaa lacag iyo cunto la isku gadaya ribo ma gasho waxay ribadu gashaa lacag lacag lagu gadayo iyo cunno cunno lagu gadayo masaladan iyada lafteeda waa muhiim inaad ku baraarugto oodan dhihin waxaan o dhan ribay soo galaane labadii isa soo weydaarataba ama foodiis geliisa isku bedelaya waa riba inaad tiraahdo maaha walaa baycu mabtaacahu wixii uu iibsaday inuu sii iibiyana ma bannaana xataa yaqbidaahu ilaa uu ka gudoomo guud ahaan baabulbayci ribix baa laga raadiyaa markii wax la gadayo asalku ribix baa laga raadiyaa ribixa la raadinayana sharcigeennu wuxuu miisaan uga dhigay dammaanad buu uga dhigay ina qaado dammaanad waxaa looga jeedaa inuu mas-uuliyaddaada galo mas-uuliyaddaada inuu galo waxaa ka dhalanaysa inaad nooc khatarah qoorta u ridanaysa u diyaar garowday intay dooniba zamanka hala ekaate markuu adiga mas-uuliyaddaada ku wareego aduu kaa dhintaa xolo nool hadduu yahay malakumowdka war uma haysan markuu kugu soo wareego ee uu adiga kaa dhiman karo baar dheeftiisana lagu ogolya lama ogolo dheef keliya miisaanka sharciga maaha waa inay dhibkiya dheeftu socdaan qaciidu waxay ahayd alqunmu bilqurni dheefta la helaay dhibka aad aqbashay bay u dhigantaa saa darteed nabigu nahaa can ribxi maa lam yadman waxaan dammaanadda mas-uuliyaddiisa soo gelin inuu ka sii ribxa lama ogola waa la diiday u reebay nabi cala salaam nahaa can ribxi maa lam yadman haddaad ribix rabto oo dheef iyo faa'iido rabto dhib iyo khasaare inaad u diyaar garowda weeye wa min hunaa baa la diiday lacagtan ku shaqee lafahaygu ma khasaaraan ribix baan kaa rabaa ma asaxabe heshiiskaasi heshiis xaaraana wey sababtoo lacagta haddii oo mar la yidhaahda ma khasaarto waa ammaano ama waa dayn haddii lacagtii qofkii uu lafaheedii hayana waa ammaano oosan taataabanin hadduu ku tasarufo ganacsiya beec geliyana waa dayn dayntu ma khasaarta lafaheeda hadda xataa xoolaha ku dhammaada waa lagu leeyahay dayntii haddaad tarada ribxi baan ka raadinayaana soo ribadii xoolo kasta oo ribx laga raadinayaay waa inay u diyaar noqdaan inay khasaarada galaan khatarta baa faa'iida laga helaa waxyaabaha loo diiday ribada qaybo ka mida riba daynina waa intaasaa ka mida bankyadu halkaas iska fadhiya lafihiisu ma dhumaan faa'iidiisuna way dhalataa ninka faa'iido ka dheefaya meesha dhibkii ka yimaadana waa inuu kula qaybsadaa dhib iyo dheef laakiin dheef keliya aan leeyahay dhibka kula malihi lama ogola mar hadday sidaas tahay walaa baycu maa shay inuu sii iibiyana lama ogola ibtaacahu isagu uu soo gatay xataa yaqbidahu ilaa uu ka gadoomo nabiga calayhi salaam ka sugan tahay fi saxiix albukhaari min xadiidi ibni cabaas waa kan ku yidhi midka nabigu uu reebay waa inaad cuntadii sii iibiso aad soo gadatay adoon gudoomin mar kalena xadiid xakiim ibni xisaam ee ibni xibaan iyo kayrkii ay warinayaan raa culimmada ka midka wuxuu leeyahay nabigu cala slam wuxuu reebay inaad wax iibiso adoon gudoomin gudoonkii baa laba ah qabdi xaqiiqi ah waxa la yidhaahdo waxa guura ee la qaadi kara ee qaadma ama isaguba soconayo naflay iyo wax birba ah waa in meeshii lagu kala gatay laga qaado oo meel kale la geeyo nabigu wuxuu reebay ganacsatadu alaabtay soo gateen inay sii iibiyaan xataa yaxuusaha tujaaru ilaa rixaalihim inay iyagu ay la wareegaan anu bakhaarkan aan ka iibsaday lacag baan siiyey kama gudoomin adaan faa'iido ku saartay ee kala sii wareeg lama ogola sada bankiyadu inay sameeyaan isku dayaan bankigu muxuu ka cararayaa waqtiga yar hadduu soo kaxeeya gaariga
oo gudabada lagaga dhaco shilab isagu wax ku dhaco afku burburo yuu ka khasaara inuu ka faa'iidana waa rabaa khatarta khasaaraha inuu iska ilaaliyana waa rabaa khatarta khasaaraha inuu ka carana waa rabaa saas darteed wuxuu ku leeyahay anaale ogow laakiin xaqiiqad wuxuu leeyahay ma jiro ninkan lacag buu dhiibay gaari gaaroos leeyahay ma jiree marka looga soo baahdo midun carwada iga soo qaba waay mid tilmaamihii la rabayde carwadaada gawaarida iga soo qaba waay hadduu alaab dhismaan kuu gaday ku yidhaahdana marar badan birow kuu gaday biro meel gaara u yaallo isguddoomay ma jiraane biraha meesha yaalla kolaba hardwareha biraad ka ganacsataaye kuwa tilmaamaha alhun kuwa un ka sii way waxa la guddoomay la milkiyaa way beecii qararka iyo jahaalada weye meeshaa waxaa ku jira saas darteed haddii uu shaygu yahay shay la rari karo dhaqaaqi kara meesha laga qaadi karana waxaa lagu guddoomaa in meesha la dhaafiyo haddii uusan shaygu shay dhaqaaqi kara ahayn dhul weeye guri weeye waxaa lagu guddoomaa in gacanta lagu geliyo oo adiga lagu banneeyo meesha dhul buu ahaa aniga waardiyaha ii joogay waa adiga ku ogolaada dhulkii waardiyahaaga keenso adigu maamulo gurigii adigu maamulo waan kugu wareejiyay inaan ku dhahaa wey laakiin guri dee dhul lama rari karo hadduusan labadaa midna ahayn wax gacan lagu qaban karana uusan ahayn wax guura oo socda oo mabaameel uga dhoofa laakiin gacanta aan geli karin baa jira kaana dokumentiya waraaqaa lagu milkiya sida shidaalka shidaalka pipelineka ku jira khatarta uu leeyahay darteed waraaqo unbay shirkadaha shidaal kalehi haystaan inta litir ama mita kuubika ay leeyihiin bay haystaan maahane shidaal intay meel ku shubtaan loo ogol yahay ma jiro pipelineka shidaalka ku jiraay inta waraaqaheeda aada haysataad leedahay wixii dab yar hadduu taabto ummaddoo dhan buu halaagaya kuwa saas oo kaleetiya wixii la mid ahna hadday noocyo kaloo badan soo baxaanna dukumenti baa lagu milkiyaa inaad yeelato marka guddoonku hadba gadeecaddan iyo ganacsigan sida loo guddoomayo duruufta ku xeeran iyo waxa uu yahay baa saamaynaya intaa ka badan yeena baabul qabdiga xaqiiqa iyo xukunka kala ah iyoanaan kusii fogaanin walaa baycu laxmi hirib in la gadana ma bannaana bilxayawaani xayawaan nool in lagu gada ma bannaana baycu laxmi bilxayawaani fuqahadeennu min jinsi ribaabay geliyeen nahyi gaaraa ku soo arooray hilibku waa cunto cuntooyinka maxaa uu qaacidaa cuntadu in laguna noolaan karo lana kaydin karo wayo kayd ay gasho hilibku soo labadiiba maaha labadiiba waaya hilibka neef geelaa dhintay ama la gowracay afartiisa waaxood baa la gadayaa intaasoo kiila ama waax ariga neef ariya ama intaasoo neef ariyaa lagu gadayaa nabigu waa diiday lidaalika riwaayadka qaarkood ku soo aroortay nahaa can bayci shaati billaxmi neef ari ah in hilib la siiyo ishkinku markuu dhinto baa ariga lagu gadi jiray saasaan arki jirnay baadiyaha iyo dhacdooyin fara badanna dib laiga sheekeeyey waa horan duubay kadib kitaabkan taa waa la diiday oo cunto cunto lagu gaday weeye min xadiidi samurata bni jundub iyo mursalkii saciid ibn lmusayib marka laysku ururiyay xadiid xasana buu noqonayaa wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab in la gado bilfidati fida lagu gadaa waa laba lacagood oo kala duwan shilinkii iyo dollarkii waaye ama ginigii iyo yankii jabaanka waaye ama kuwii lamidka ahaye yuurad iyo lacago kaloo riyaal sacuudi waaye wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab in la gado bilfidati lagu gado mutafaadilan iyagoo kala badan naqdan gacankahoo ah gacankahoodu lagama tanaasulayo laakiin lacagtu hadday kala duwan tahay waa la kala badin karaa dollar iyo shilin baad isku gadaysaa waad kala badin kartaa dollar iyo yuuraad isku gadaysaa waad kala badin kartaa yuuro iyo guinea sterlin aad isku gadaysaa waad kala badin kartaa oo hakada haddii laba lacagood uu isku gadayo waa la kala badin karaa wa kadalika waxaa lamida almatcuumaatu waxyaabihii cuntooyinka ahaa ama cunto suubiyaha ahaa laa yajuusu ma bannaana baycu ljinsi jinsi in la gadoo minha ka mida bimidli isagoo kale ilaa mutamaahilan inay siman yihiin mutnaqdan gacankahoo yihiin maane haddii laba beriis la ysku gadayo
بريسيليا بان نوعيا بادن وي كلا دوين بريس باد بريس كو قاديسا مربع دي بريس وديهين وينيس كو كيلا نقضان مركانا لكالا قاتا هديات بريس في عن ربطو ميد حوك يارف اللي تانا على هاي ستو لكالا لعاق بادن بريس كان لعاق بادل كدبنا كان لعاقو قادو وحاوية تمرتي لعاقو قدرهم كو قد درهم كينا كو قادا الجريب تمرتا واناك سنتي وعنتدي عنتدي دي وي ويجوزو وحابنا بيع الجنسين لقادو متفاضلا ومن بجنسين لقادو ومنا عنتوينك كميدا بغيره متكرا لغو قادو بريس با قمد لغو قادي بريس با دير لغو قادي بريس با قلي لغو قادي متفاضلا نسوا كلا بادن بابنان نقدا لكن كعنك هو مرضي بيع يا قناعس يا سوق نقطه هذا بريس كان في عمد ربطه نكن لكن بريس يفر بضن بو هياي وكلا قيمة بضن قفل با انت تاكتي تهي بو قضح كتك تاي مرنا ضدكو كلا تاك بضن وبريس كا قاليا تدبان كريبا كريب وكان شبان ربا اما ضدكو كلا بدوخ دول اما قف كان قضانا ياي لفتيسو من استعمال شخصي هو الربا مسو كسي كان عسان رواي وضدكي كلا دوانا والربا مدو البوح وقضان كراين وهلو انت هو صورة قل صدرتت وعنتظى كلا قيمها بضاني ضدك الظروف تودونا ويساميزا دوخوضونا واساميا قف كان انو انتفاع شخصي هو الربا ايه مكسي كان عسان ربا رسامين بيكو يالتا ميل بالاقا قاضيا ميل كلا لقيني يسامين بيكو يالتا مرضي سيدا استهي والله اسكو قادي كرا حيث لك هذا اسكو قيمة النقوم وايين هل كي نحن العقتي حريريها ها سياد السوق حرتو دي سوق بدلتو نحن حقا كسو وريكتا للربايو العقس ومرتو وطنب ما ليه وقلاده واسكو ماشي وحبا الله حكامين ايا ويحادي فضوداتو هدو فراحي كبحيسا هذي اللبا مركا العق هشو وعلابتا دي العق هيساتو قرقرتن في عنبا كوفرا كاش مكا ودت لكن مكا انت ودت لغا في عيني هي والغو بخصايا لعبت هذا انت ذا وحاول لغايا قف باها نادو هش والقيمة كسو هش كدبنا قيمة هاقي لعبت هذا اللو وريقي كرتو ودستينا كفضت قرقرتن كينا كاقف في عن انت ذي سوق ونور ديسينا لعبت ماشي يكون حجرتو قيمة لعبت مرور بماشي يالو قيب كمدوان marka mutafaadilan iyadoo kala badan baa laga di kara naqdan laakin gacan ka hoa waa markay beec noqoto aan ihsaan ahayn walaa yajuzu mabanaana bay'ul gharari bay'i kadiska jahaladu ku jirtay mabanaana jahalada waxa la kala gadanayo laba laama dhowr arimood marka laga eego wax la garanayo inuu yahay baa la doonaya qofku xoriis wuxuu dhaafsanay xoriisa uu yaqaan waxa uu ku bedelanayo waa inuu yaqaan waxa uu yahay ama ayna hanu yaqaan ama tilmaana hanu yaqaan si uu qiimeeyo u garto waxaani waxaagi ma u qalmaan hadii aadan aqoonin wixii ma garan kartid taas waa sabab koobaad sabab labaad xuquuqdi iyo xoolahan dadkani haday gacanta ka baxaan oo kala wareegaan meel ma fadhin doonaan qofkiina sida badan iyadoo sideedii aan loogu iman maayo ninkay lacagii gacantiisa gashay hadhow waa in muranka la yareeyaa marka isqabqabsiga naftuna xoolaha way ku dhibata waxaa laga yaabaa boqol shilin meelaha qaarkoodaan shaah ka goynin ina qofu dishaa laga yaaba xoolo wax imtixaan oo musiiba way ku madax maraan saas darteed suuqaasa la joogaa maanta la isu baahan yahay berri baa la isu baahan yahay dadku waa dad suuqulaya inta khilaafka iyo isqabqabsiga iyo isxagxagashada la yarayn kara waa in la yareeya oo marka horeba beec uu dhacaa si cadoo lagu kala baxay haddii uu labadii qofsi un wax noqdaanna markaysay u kala gateen miiska iyo garta la keeno cidda garle waa in la garan karaa haddii kale suuqu murugo ka dhammaan maayo murankii suuqu fasaadinayaa hadhowna dhib badan iyo dhiig baa la ysku daadinayaa
صدرته هلك لقى صوب باللعب أيوه حتى حلك لقى صوب باللعب مسوبرين محيرة ذي حرف ألف ألف كتبين البقرة كم هي غير هذه وراي وحكة سوق الله عليه دب كتوسيد وين بدانت مركان يجلس كجري نبى حتى واحد ملوق ملوقة يمد مدو مبدع كوك الله هذا ما لان كبر حرا ويات كاريسا هذا هو لوك كربه يصير لوك على حاجة صار هل هو كلا نقض الله ما ده كرر العقل ما هيو هذيلا كلا نقضه هذا سبب لابد يصير لنا قي يعني حوله العقل تيجي ودين سوما كورمن هري دهنا العقل ما هي علامة ما هي هذا دين تيجي يصير وهري كرتا قوقا 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 هذا ما نمشي متى كلا نبي خسارة وشرت أنا قال لابد يصير لنا قي كان العقد يصير مقنطة حكي لكين مرك هوري حولها ينادي إلى علي الصادق على غار ربع وكو شرعونا سيقود وحول علينا يا حق شرعونا إنه يراته وحيدنا أنا حل يتيد لهم رأي لهذا صدرت البيع الغررك وحو بعدي جهالة سوقش هذه جهالة سوقش بيع سحارم جهاله أما قدر كتيره النقط أما صفية المانها النقط أما قيمها وحلو قدر يابها النقط أما عين تبيني مجهولة هاي النقط أفر حاله لكن بالله أقول هذا وهي جهاله كتيرتي لمصلحة راجحة بالله أقول هذا هدوسا نسغ أجيده وهين أو يسوي سكر رأسيه والله كل هذا، وهذا يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو حاشر الكلي أن لجدي كرين والجهال لو ديدي، لكن مركو كان راعيه لو قليه، وأقول حوله الماء علاش كتير على قول مثلي كتير إنك صار سوالي وريخ ببادية أمر لو كان نمت، لكن مجاله ذاتمت، الباب كان قفل بوليه، قفل كي يفرها وانسكو قد كرتاه. لكن فراه كلي هذا عن كعقد قفل وذنن ما لو قريه ماي قفل كلي هذا عن كعقد فراه لهين مايا حوله النيف بالله كعقد أي المو عروشة كسيدا العقدي سوى كقاري سمته كان المهسيد ما لو قريه الم عروشة كشري كعقد كلي ما لو قريه مايا الم كلي لما قرن أيه لكن مرة دو هو يدي لصعده والله يقول يه قد مربحي وعنباه باتري عنباه نعم بسلانيك قد لما أقوله حن قدر يا ورهي لكن قد كيبان كا قطي لكن قد كميرو ليه العقد كرني باتري والله يقول يه وإن برو حدا كده لما قدين هو يدي بلصعده سيان نفكر الماء علاشة كتير هو يدي ورهي مراهن قد كسارن قد كهو يدي يصمه هو يدي ورهي وحكروا له يقول يا هاي هدي عن وحي قدر عن لوجان كريم قدر عن لوجان كريم باشر هدي هل هو هذا اللي يرى هذانا وحي أدم بفساد وبابي قل يا بسنا قل يا أصل كيسوين لا يقان أساس كيسو بقدر سيني درب جان جودي هيسس محاك وشره هذا درب جان رواه إن جوده هدام دهنا سوينا دليل نما فايدا كان بس خسارة كان سالك قريه هو سيفي عن ملاقه ذي وترشا ماشي يا لاي ملأت كيي قريه انت انطبق يا سيدة نهسة بيرتا كولوميا دا كتيرتا يا بيمامك بيرتا كتيرتا ما قادي كرتا تي قادي كرتا متاهي موغان كرتا هدي اللوغان رابو وين لفقا دي قريه اساسك الله قوانا وين ودبا حكم ذا خضار تقار كم ذا انبا قيمنا سوچي دا قيمنا لو كتيرتا بيرلي وصلى بله وعمره محل صميم مرك انت سوچي دي بنان كون بالقيمين انت كلاوا عفس وين لا بوغان كره هدي هل لوغاد لا يراهدنا وتب مالك با فساد يو سدا صادبيعه مالك وخي عيب ديب كسوبخا مركدا لا حسابتم يو حل بيلده وحا صدخ لو قول يحي حدو سن وحن بيعهين walo guriye ada iska sismada sismada ama aadamasi ama ilaahisi ilaahi baan si waqaf ki way wixaad waqfaysay mala garanaya dhamaanta lagu dhimaayo
kewaalideeda mid kamida ama dhulalka aan leeyahay qayb kamidaan ilaahay dartii ma boos baan u waqfay shantaa boos mid kamidaan ilaahay u waqfay waa sixi hadhow baa lagu dhihi midoon farta ku fiiq laakiin beec markay tahay waa la diiday waayo kan ugu xun baad soo qaban qofka kalena kan ugu fiican buu calaamadaysan jig muran bay qoortiis la garaysaan tan laakiin sadaqadaadu qofkaad bilaash wax ku siinayso warniyo masaas ahaa qaalin geelaan ku siiyey oo qaalmahaas ka mid a boos boosaskaa dhulka ka midaan ku siiyey isaga kii aad siisaba waa u khayro waxba kagama bixin mar hadday cuquuddu tabarucaad tahay jahalada waa la aqbalayaa laakiin markay beec tahay kala goos iyo kala xaq iyo isxagxagasho waay lama ogola tan afraadee la ogol yahay hadday baahi kuu timaado oon suuqii iyo noloshii aanay ka maarmin si kaloo loo sameeyana aanay jirin iyadana laba tusaale ugu mashhuulsan wixii kalena raaci baycu salab waxaadan hayn baad gadaysaa markii aad gaari gadayso oo dharada aan samayn oo dhan waya haddadi waxaa soo gelaya kontraktiyadoo dhan baa soo gelaya order markaad samaysanayso warshad baa u tegaysaa waxaad leedahay waxaan rabaa gaari samtreellaan rabaa oo tilmaanta ayaa tilmaanta ayaa tilmaantaale uu kaa gadayaa qiimuu kugula heshiinaya agow xataa birtii laga samayn lahaa weli ma hayo waa inu hadda kadib suuqu adeegtago dhar baad oo dhargaraysanaysaa weelal baad oo dhargaraysanaysaa kabaad oo dhargaraysanaysaa qofkanaad oodharka warshadan aad siinaysa furaashaad dalbanaysaa tilmaantaaday hadda kadib ku howlgeli doonaan naacan beeci maalaysa cindow wuxuusan haynin inuu gadadii baa laga soo reebay waayo nooca baahida noloshu lafdhabar buu ka yahay haddii la dhihi jiray waagi hore waa iska yaryahay hadda noloshiiba isaga u badatay kontract baad qof siinaysaa inuu masaajid kuu dhiso iska badaa guryihii kontractaagan qiimuu kugula heshiinayaa naqshadan iyo b q ga waanka markaad dahdo qiimuu kugula heshiinayaa muxuu kaa gadayaa shamintadii dhagixii riinjigii birtii xamaaligii farsamayaqaankii wixii guriga geli karo dhan hal xabba hadda kama hayo lacagta adiga uu kaa qaadanayo buu ku soo gadayaa wuxuusan hayn buu kaa gadayaa cuquudul istisnaacayo qaybahoodan muqaawalada ee baabu salam faraca ka amaandhahana waa salam shuruud ka duwan leh ama waa mid garab socdo caqdi shabaho looga qiyaastay weeye aan dhahno kaandooni baan dhahno taasi duruuftii nolosha iyo suuqii beecii baan ka maarmin midna waa labanul murdicati baa la yidhi hooyada ilmaha nuujinaysa haddaad ilmahaagii waxaa la bannaan inaad hooye ijaar kula heshiiso ilmana ay kuu nuujiso ilmahanay nuujinayso caana intee dhan bay nuujinaysaa lama yaqaano lama ogola neefkaa geeda hashaas aan xiskinteedii la maalin candhadeeda caanaha ku jiraan kaa gaday intay dooni ha kuu noqdaan lama ogola way walaalisi karaa laakiin hooye ilma nuuji oo qaad la yidhi oo saaka nuujin oo barqadii nuujin oo duhurkii nuujin macaano badantay hooyadu macaano yar tahay caafimaadkeeda qayb baa saameyn ku leh cunnada iyo waxay haysatay iyo nolosheeda saameyn bay ku leedahay inta jeere ilmaha naaska ku duudaa saameyn ku leh caana intee la eg bay nuujinaysaa si aan qiimo intaa la eg u siiya lama yaqaan laakiin xal kale ma laha ilmihii caana kama maarma la nuujiyo iyada caanaheedina si loo xisaaba ma laha xaajadaa keenta iyo baahidu halkaa waxaad ka garatay baabul buyuuc shuruudda taxriimka iyo taxliilka qaybaha laga tanaasulaayo la cafiyaa markii ay timaado baahideedu timaado oy xaajo guud iyo baahi guud oo ummadeed timaado ribada lafteedaa ka mida waxa wax laga tanaasulo oo mararka qaarkood baahi darteed dadka loogu ogolaado waana arki doonaa kitaabka inoogu iman doontaa wuxuu yidhi faslun aan sii hormariya ribade waana iman doontaaye beecul caraaya baa ka mida ribada lama ogola cunno qoyan iyo mid qallalan in laysu gado midho ah waayo midkan qoyani hadhow markuu qallalo culayskii biyaa ka baxaya miisaankiisa hoos buu isu dhigayaa laakiin hadday baahi jirto waqhti abaara la joogo dadkuna rudub u baahdaan
maxaa la sameynayaa rutabku waa sida waxalku rootiga haddii lala isticmaalo sida batarka iyo suugaha subaga la mariyo kale u noqon karaa laba dadku way oomayaan abaar baa la jooga waa la oomayaa biyo yaraan baa jirta rutabku wuxuu leeyahay qoyaan dhuuntii qoynaya oona timirtu lahayd nabi wuxuu ogolaaday ilaa qiyaastii 600 oo kiilo waxaan ka yaray buu ogolaaday laakiin baahi markay jirtaa iyadoo qadri ribaa yahay baa baahi jirta loo ogolaaday markay duruufuhu yimaadaan fataqullaha ma istaactum baa timaado inaan laga badbadinin waa sax laakiin hadda cuquuddii ribada ahayd xaajada caamka iyo baahida guud marmar baa la ogolaaday oo la fasaxaa fataawo badan oo culimmada aad ka maqashaan bunuugtan mucaamalaadkoodana qaybo ka mida halkaasay ku salaysan tahay oo iyadoo asalkii xaraam tahay bay waxay milicsadaan duruuf jirta dadka haysata asalka xaraam weeye laakiin xaaladan waddankan iyo dadkan ay maanta marayaan iyo duruufta ku xeerani tii caraayada kama sahlana shardiga ah laga khafiifiyo in la yidhaahday baciid maaha waana wax asalka nusuustii sharciga oo kaleetana weeye inuu qofkii ku talaxtago ku fogaadana lama rabo inuu iyadoo sharcigii qaacidadii wax lagu waasicin lahaa ay taagan tahay dadka uu dhuunta ku dhago anuu halkaygiun baa taagnaanoo ma dhaqaaqayo uu yidhahda cariya ay riixana dee sax maaha sharcigaaba ogolaay mararka qaarkood laakiin dadweynuhu waxaan mushkilad ka haysataa culimmadii intiibuu soo akhrinayaa waaba ribadii la sheegay buu leh baabul caraaya iyo dawaamintii mararka qaarkood la eegayay iyo duruuftu say u jirta dee isaga uma qiimaysna isaga qofka uma qiimaysna tusaale adnan siiyo waxaa laga yaabaa hadalka duuduuban inuu madaxii manjeed ii yeelan waayo mararka qaarkood baa dadka loo fatwoodaa bangiga ka qaada lacag mashruucaaga aad ku dhisato isagoo intaresta ku saaranayana u saxiixi maxaa sababa adoo lacag haysta weliba duruuf baa jirtay antitera la yidhahdaa la isku diray lacagtaadii iyo guriga aad ku dhisatay beri xagad ka keentay baa lagu dhihi haddii aad caddayn weyday iyaga qiyaaskay rabaanna xoolo argagixiso weeye waa lagu dhici waa lagaala wareegi maxaa hala qawaaniin saasaa waddamo badan lagu soo rogay dadkii xoolo way haystaan inay guryo dhistaan bay u baahan yihiin inay wax gataan bay u baahan yihiin hadduu yidhaahdo waxaygaan ku gadan maalinkaasaa la dabageliyo hantidiisi iyo isagiiba xabsi iyo boob iyo dhac baa lagu samay markay daahirada caam noqoto dadkii muslimkaa maxaa u bannaan masalatul caraaya kama liidatay culimmada qaar istusayaan masaladan dadkaan u fasaxan wadaadkii ribuu banayaa la dhihi laakiin qofka waxaa ka maqan duruufta dadka haysata naftoodii iyo maalkoodii waa muhadad oo khatara xoolahoodii iyo naftoodii baa khatar ku jira inuu halkaasoo kale xaajo caama hadday tahay ay timaado ama duruuf qof gaara haysata ay tahay way dhici kartaa mararka qaarkood in loo fatwoodo qofkii ama ummadda guud ahaan waqti go-aan loo fatwoodo hadday dadkii ribadii ku qasbanaadaan laakiin mid boqol boqol iyo mid boqolkiiba 80 xalaal ay helaan boqolkiiba 20 inaad gashiyo boqolkiiba 100 inaad gasho walaaba culimmada inay kala door bidaan dhehen waxaan waa daruuro guud xaajo guud iyo daruuro guud weeye intay boqol geli lahaayeen boqolkiiba 20 dhaanta inay culimmada ijtihaadaan waa dhici kartaa oy masalatul caraaya iyo masaladan buucdii jahaalada iyo qaacidadii sharciga ahayd ee waxyaabihii sharcigu xaaraantinimeeyey hadday xaajo iyo duruuf guuda ummaddii dhib ku noqonaysa ay timaadaay qayb baa laga tegi karaa intaa ka badan yaana ku dheeraanin baya saas u tahay faslun walmutabaayacaani labada wax kale iibsanaysa waqtigaa dhammaadayba labada wax kale iibsanaysaay bilkhiyaari bay leeyihiin maalam yatafaraqaa haddaanay kala tegin walahumaa waxay xaq xaluley xaqu leeyihiin an yashtariitaa inay shardistaan alkhiyaara khiyaarka ilaa 3 ayaami ilaa 3 maalmood inay shardistaan idaa wujida haddii la helo bilmabiici badeecaddii caybun haddii laga helo falilmushtarii waxaa xaqu leeyahay qof u furan qofkii iibsaday raddu inuu iska soo celiyo u ceyb waa ninkeed baabul khiyaar buu ka hadlayaa halkan khiyaarku waa laba qaybood khiyaaru tarawi iyo khiyaaru naqiis khiyaarulcayb aan dhahan haddaan rabo khiyaarunaqiisa khiyaarulcayb wixii ceeb ku soo baxay ka noqosho ah iyo khiyaar ka fiirsi iyo gedgedin ah
خيارك كافير سجا يجد جدنت تي وحكم إذا خيار المجلس ما لم يتفرق هذا واي وحكم إذا خيار الشرط وحكم إذا خيار الرؤية يوحي لهم إذا خيار النقيص أنا ووحي عيب له عركي نفل سوء أنا على سوء جاهي هل عن ضرره ولا هو قريي نرفعه ولا قاعد ذي إلكتروني خلاص ولا قاعد ذي قالي شخصي خلطان لغو شاقي ولا قاعد ذي عيب نلبا لقاعد ذي وراقيه سوحينا نصحنين عيب باكو صوب حدي عيب وعنين كان خيار كل ما لاسوه قيب سمامرك بقيب واليبانا ويفار بضان تهي كتابكو مدام مختصر يهينا خيار العيب وكسوقات النقيصة دي مكوي خيار الترويق يا كفيرسي يا نوحستي يا كتكدس كان خيار الشرط يا خيار المجلس وكسوقات هل با مهم هذا بين ادوات خيار المجلس كو عقود وسنجرين باشرته باب الخيار ملك الله الله هيو هل كان بيع بانك هذا لنا لكن الشيء سيادة ذاتك نحمره وحل عقد قنتما قيبه وحاتي رباب البيوع عنا هينو أبوابتي نوصى الصعود كذلك من دون تين نكاحه وكاليته نكاحه هي الرجعة هي خلعة خيار ملح مجلس هذا سلانتي كوه جيسان وحا هذا سيسوا كفوريا ويكو سيسو حتى إذن كوفر هي رجعة ملح حتى الذي نكوم يشين كرتان مع حلة نكاح عسو خلعة وصوك على ماش رجعة رجعت وان كان نقضي سلانتي وان فوري هذا ترى رجعت وان كان نقضي وفندقي بان شوي خيار المجلس ما دي كرتين كان نقشادي بان كسر نقانا يا ماي فريتان عصوبة يوحى كره طلاق عصوبة يوحى لقارب نكاح جوار بالغو مهري قبلت نكاح هواتري انت عن قفندق شوي وان كان نقضي ما دي كرتين قرط الله كوسري ما حلا وان فريوي طلاق ما كوفرا بركة خيارك خيار البيع ويوحى كه الله إنه خيار البيع واي معاملاتك تبع خيار مقالة سمع قاله وحي وقف كاه ذات رادة نقول كان إلهي ترتيبا وقفي انت ماشي تاغنته خيار ما قاله ماي ويا الله هذا وقفتي قور ما هذا جوتا قور ما هذا كاتكت ميات قران كرتا بقران كرتي ووحي ماشي هذا لغو حريو كريتوا وخيار الشرط يعني صار خيار المجلس كمركة أما مجلس كحقيقي قال أما ميت كحكم قال وأنت إذا كرتين كان حقيقي وأنت وذا تشوفنه كان حكم قال أنا وهذا خطك كوذا هذين تلفون أما فيديو كول بانكو ذا تشرني وان كاك ذي وان كاك ذي أنت عن خطك الدمين واي أما تلفون كلا جوينين تلفون قاعد يلا تشارو أما يسوي بهاي تشارو أما خطك يلا حرو خيار المجلس كيف فنيك واحد كلا تكتئد واحد معادي كان حقيقي أنا وأنا ماشي كوكلا تكتئد خدينا وحوجي وأركارين تنشاني سان كهلي يصير صن خيار وغنو قنن ما كسي بن كرا ها وبنات ويشرق وما كلا صارين إن الخيار كعادي سقط تكتئيو إن ماشي كفكته والكبر هم حساتاي هدين تاتر هذا يصير صن وغنو قنن شرط خيار أنا ما تشيرني مجلس كان كمته كي كتير محاط سمايسا سكير بح بنان كسو يرتشيرة حاجة كسو فريسو خيار كمجلس كوا دمادي خيار الشرط هو وأنا ترى ذين تاسو معلومات وانو بعنا هاي سد حبا وغب هذا فوق هذا إنه وأنا حديث كحبان من المنقذ نيك ويرش يسوسود عوية نكنا عصروها حرفة يسوس كان عصب هاي واجد مو سو مو حبا كنا عم سووا يالي وحوجي مسك حد يسيب عصير نقطة دوق بيعي دكانك بيوم الله جمع كرايو محيو جدنا يينه وعلى حمل استوى مارين والله على سوق دفن نبي وكنت عرسو كلاه يونيك وضيق واسدا نبي وهو يروحي وارم بيري لكن مولى جمع بيع كسر شرو مدين كرو نبي وحنا حطبه قفكو حكاك كتوحات هذا الله خلابه سنين سخيان مسلم دعاه هيسوع هذا كدي بديك حلاقة تي سدح مع الموت بالخيار هيسا تابول هذا يصوب بعدين لو خياري وكده بتيه كرتا خيار الشرط ترويق مدد اللقب صنعيه سدح راس مع الموت حديث كاسا صلوه اسم خيار الشرط ما لأونا نقلين باكرة صرف كما قالوا سلم كما قالوا يعني سلم كما قالوا ما دوننا ما قالوا
شرطي صرف كما قالوا وحان نبدأ يدا بيد هذه لك لقدومينه وان كسو فرسان ليرادو دعي صرف كي يدا بيد بالواية وحي ربويات كها يدا بيد للربيه لن خيار شرطي ما قالوا بيع السلم كان هذه خيار شرطي لقريو مسارك كالو إجماع مكور إمانايا شروط السلم كان وروتك دونايو وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط هذيك لو حنا نقول بيع الكالي بالكالي دين دين لو قضي بالاجماع روا حرام غير هذين واذا وجد هذين له بالمبيع بعد بعد عدي لو حيلك ريب سدي عيب با لا هلي فللمشتري وحق له هي رده للسعري اصل كذا وحديث كابي هريره حديث تصريح وي نف بل سوق حينيا لبا معلومات على لسينين سوق على كينيا ii tijaabi baa leedahay caana badan baa laga lisayaa marka sanef caana badan u qaadanaysa caana laba saddex maalmood ay ururayeen marka caawa la galbatay bril listo waa waa badhay yar boodi qaya horya ama aan dhaway inay leedahay lagu tusay waa waa aan dhoolba neefkan ama gaari fiican oo qurux badan oo taariikha beena ku dhigantaa faalsaha ku dhisantaa laga gaday marka waxa ay socotayba ترافق باك هاي سكال المية وحال يطاري كلا موافق ومحادة عي هدى مانو سوقة تاي اذيك هو حمس الله قولي غيبة توق باد نقطة تاي وحفاقية وكشقية وعلس وحال يقا قضى تايو وحانو قا تايو وحال يسيسي دي اسمه وافق سنة قولي وراقي سوسيهيم باك مدى وهكذا الاب عديك قضى راجي تاديك قضى ee maray baad ka sii isbitaalkii ka iibsaday way shaqayn waye markii meeshii la rakibay ee la yiri ha shaqayso waaba shaqayn waydeen war waa sida cilad bay leedahay anar ceebi waa ninkeede igaho asalka waxaa uu neef la gaaxiyey oo caanaha lagu soo kaydiyey oo intaasoo maalmood la maalin oo la lisin haddii qofkii loo keeno oo uu sidii ku gato isagoo moodaya inuu caano badan yahay كدب يصوب على سعانا بنين يا نبي وحوله ويسكسوا علينا يا ساعة من تمرين ولا يجوز ما بنانا بيع الثمرات ثمرة هذه ثالة يرادو مرح قيوا يا أم بسلاني يا ولي لقوين ولا يجوز ما بنانا بيع الثمرات مثل كلا الثمرة وحال يرادا مرح جيدها ووين جيت كنا مرح داليو جيت كنا باقي هذا سيتمرتي أنا بكي قريه بابايجي أنا بابا عمبيه لينتي رمانكي كو الله متكا زرعنا وحالة إلى هذا وحاجيت كي يمروها أنا كلاهرين سيدا قل لي ديو بريس كي يمرك الله قوستا كان عوصاني يبالهان لو داقي زرع بالي إلى هذا ثمر أنا وحالة إلى هذا قيدها واوين امرها دلا ولا يجوزو مبنى أنا بيعو الثمرة تمريهين لقاتو مطلقا يدون لك لقاذين إلا بعد بدو صلاحها إنه بالسيل كيس الصوف بحي معاني ملقيتكو يا الله هدي الله قادنا يوم وإن قيت كي الله قادة لقري ويجوزو طبعا بين صوني روي بنانت إنه بسلاضي وحلقي عذرات بدن كل عجرين عفين لقري مراه كلقي والا قادة كرا لبدا وحي ونحايا miraha geedka ay igu yaalo laguma gaari karo oo miraha kadigii baan gadanaya geedka waan ka gooyin ma la gadan karaa shardi ah ha hadii marka la gooyo uu nacf yeelanayo haduu samaka la gooyo nacf yeelanaynin wama la manfaata fihi u galaya waxa nacf lahayn in la gado in la diido hore inuu soo marnay wala yajuzu ma banana bay'u samarati mirihi in la gada mutlaqan yadoon la kala qaadin gadis goyn iyo goyn la'aan yadoon la kala qaadin lama banaana illaa bacda buduwi salaaxiha mirahen bisaylkeedu inuu soo muuqdo soo daahiro soo isbaxa maahane miro walbana siba u bislaadaa hadduu mirahan galleyda iyo bariiskiya yihiin xataa yashtada qaarkeed ilaa wax yar adkaado قال كده حتى يبيض إلى وعدادو وعدين كسوغل
تمرتي يقوى لمدا انا نبو حتى تزهو وحالي قيل وما تزهو هنا تحمار او تصفار اما تعالى النقطة ويقولتها يقوى لمدك استانتي بسيلك صدرت برواك هي وتذهب العاهة اما آفة آفاتك عذرات بدنا منها عريامية مركو بسيلك قارو ونافا ولا بيع ما فيه الربا وحي الربا كتيرتين لقدنا مبنانا بجنسه إساقا مدلا مدى رطبا إساقو قوين إلا لبان عانها ماهان وحي إساقو كرو قوين إن لغو قد اللبا الربا عنتو ينكيو يا مرك عنت الربا يدي وكرا إن لغو قد ومتكونا قال للي من نويل قوين يهون عانكي كتيرو نبي قال له ويدي السلام رطب كجيت كسارن امره ايه قوين تمر ادكاتي وبنان تالا ما لغو قدي كرا سؤال بويديي ورعيان قصر رطب إذا يبس هدو ينجغو ميسان كيسا حد الله يسليه كيسين يهوس مود عيا كسر الها وحال الربي تمر تمر لغو قدي يسكو جنسي اوه ينا يسكو ميزان نقضان حد حد عن لبلبكي لكاردقنو كان يمركو قال لبلبكي لماهانيا دعانكا يبيهان بدان يكبحان مايا فلا إذا بولي مايا باب الربا وحالقا الربا العلم بالتساوي إن السميه إن أكتها يظهر توا هذا أكتها إن كربذيهن أما آذن أغيم بإن السميه إن أكرت إن كربذيهن وحاران صدرت وحدة الجهر بالتساوي كالعلم بالتفاضل إن السميه إن أغيم وحيلا حكم تهي إني كلا بدني هنا دكتور اللحون ده صادرت فلا أيضا إلا الله بنا عانها ما هني عنو وانتقيدنا قال ما ضبنا بيبع انتي هنا حوالا نقطو دور كتشوا يقعون كنول كيدنا وي قال صادرت عنو انتي قللان واسم العمايان عنه ساك يعني بري لتركوا أو لتركوا عليه سكيس وعن عناي هذا وسيلة عن ماذا قال حدو عتكان يسوع قال لا يسوع معه مركب باب الربا رتب إياه بسمت قللنا يمد قين إن لا يسكو قادو بالفعل عرايا ما يكون بنانته تي حاجة ذي كانتي أنا بورخصيي ما دون خمسة أوسق وحي كير شن وسق كما في حديث جابر الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة حديث حسن كها هي حديث كابي هريرة في الصحيحين كها نبي وحو قال هذه خمسة أو سق أو دون خمسة أو سق حديث كما تركز على داود بن الحسين وهي سكان الشكي مردين للشكي أفا شن سكير شن كير وعفر حديث كجابر بعفر كان بغوسيق حيو معناها صحيح احتياط كراجحة من تكرا وباب الرباية انت الله بين له قال هذه ما هنه وحي لك الشكي وحاران تي ربا يكون باقي النقن وسقيه محوكا ونقما أربعة أو سوق الوسق هو عمسة ستون ساعة لحدن سوس لحسوس كي وعمسة سكاتو الفترة عمسة عمكم بحنا قفك يا سوس كي وعمتاس هذا بل لحدن لبيا باركو نفو إذن كون كالكولاتر قادنا اسكو دفتا يا بقول يا كنتن بقول يا كنتن أفر كل دفو ليح بقول سيدة عصوية وحايدين لها ليح بقول أفر وسقي ومذو البليح ذا سوسي هاي سوس والبنى لبكي ليا بريا سيكرا دادو حسابتو أفر ليح ذا كل دفو لا بقول يا أفرتا لا بقول يا فرتان لبيا بركو دفو إنه بيما ليه بقول وكيلو بقال له وقول يهي مركي عرايا ذاتي مادو وشرطي غيري بدل التبين إياه السبون لأوغين إنه السمينيهين وشرعون الديني وقتي عادقة بعد ظروف تاع مركي ترت الله وقلان إياه فصل ويسيح السلام وهل كاسا كدينينا دغالا كدري رأي لهذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وسؤال فعل أنه الأظهر المعتمد في المذهب الشافعية دعنا هاي أنه ويكالدوي أنا الله هو جنس سيجارة كو أري هو جنس سيجارة كو غير هو جنس سيجارة كو كلام باكر كو غير هو جنس سيجارة كو غير دقيقة شيخ دقيقة وشيء دقيقة معانو ليه دار معقان إذا يريهون وعكال الله لو كان الجنسي واحد صدرت الخير هي لو قضيو انا متساويا نقدا نقدا واحد اذا هي ريا دي اسكو قضيانا واي كلا بدن كران لكن نقدا ما كان لو كلا قاتا واحد لو يجي لي اسكو بدها دات سيادي انا جيدها يا انا جيدها لا لسانا وا سيدو كلت انا ديرتينا ولا ديرتو انا اني سوما صويا ملك سدير ما او دتك يا عبان بالكن لاكتوسكيا حنونا لاكتوسكيا له او فري لاكتوس ويرهدان صويا ملك ادو عانو حد ماشي كيمادين وهي كلا دوان خولها لا ليسي كلا دوان وا جنسي كلا دوان واي وبالله التوفيق سواش وحوري هاي قفتو إيرا هذا كن دولار هاي إيدي أنا أصوى قضايا فإذا نوكيه ليو فإذا لما وجبه بنانا نكرتا باب التوكيل إنا يتهد وكيلتاي بأجرة نكا وكيلك يكون شقيلي إيجار خدمة بكاء قادة كرا لكن لما وجبه خدمة دعو بنانا نكرتا إنا دو قيسو ترادو انتاسان لذا yana tiradaadaan ku dhiibo wakiiliga aniga intaasan ku raba wixii ka badanad ku soo heshaada iska leh wana badeecada dukaanka taalla ee lagu dhiibo kale lamita sa darteed ka uu qaadi kara min baabi wakaala adu wakiilka ayay wuxuu qaadanaya min baabi ujrati wakiili waay taa waa lagu leeyahay inuu ka gato oo lacagti ku siiyo oo isagu siibsana waa loo ogol yahay isagu haduu kuu keenaya wixii ka badan ee uu gataa hawlad ee kuu taallama haddaa tiraahdo anu intaasaan raba waxa uu kuleeyaa kun iyo konton ma kugu soo gadayaa aniguna wixii ka badan ee ku helaan leeyahay ama boqol oo kuleeyaa ama laba boqol oo ku helee way bannaan tahay oo ujradiisii weye qofkan shaqaynayaay khidmadii xooggiisii weye laakiin waa in laba mid lagu xadido ama nambar aad u goyso ama intaa wixii ka badanaa tiraahdo aduna wakiilkaaya haduu ku soo waaya suuqaba العقد هذا كله سعر إذا هو ما لا بالله توفيق